هنعمل النهارده لو سالتونا شخصيا هقول لكم الطريقه الايطاليه هي طريقه مضمونه بنسبه 90% وبعد كده توقف على الفرن. تعال مع بعض نشوف الاول ازاي نعمل ماكرون فرنساوي. المكرون الفرنساوي المقادير هتنزل دلوقتي. لو حبيت اعمله ماكرون ايطالي هاخد تلت الكميه، تلت الكميه احطها على البيض، بياض البيض، والتلتين احطهم على النار مع اقل من تلت الكميه ميه، واخليه يغلي عند درجه حراره 140 درجه مئويه، وانزل بخيط رفيع من 130 ايوه 140 درجه مئويه، وانزل بخيط رفيع واعمل ايه؟ واعمل مارينج ايطالي، وبعد كده ابدا اخش في موضوع الماكرون بتاعه تعمل ازاي. ركزوا معايا عشان دايما الماكرون دوت من الحاجات اللي هي بنقول لحضراتكم من الاخر خالص بتبقى ريتش قوي، من الحاجات الجميله جدا، نوع من انواع البسكوتات. المقادير عباره عن 6 بياض بيض. يبقى شروط نجاح الماكرون واحنا شغالين كده 6 بياض بيض، المقادير الاول 6 بياض بيض، وهنتكلم على شروط نجاحه. و2 كوب سكر، و2 كوب سكر، و3 كوباية سكر بودرة. هنعكس معلش، هيبقى 3 كوب سكر و2 كوب سكر بودرة، نعكس مع بعض، 3 كوب سكر و2 كوب سكر بودرة، يبقى 6 بياض بيض، 3 كوب سكر، 2 كوب سكر بودرة، 3 كوباية لوز مطحون أو سوداني مطحون أو سوداني وجوز هند أو لوز وجوز هند أو كل حاجة لوحديها. تاني، نقول تاني، عبارة عن 6 بياض بيض، 6 بياض بيض ماشي، و3 كوباية سكر سنترافيش، 3 كوباية سكر سنترافيش، و2 كوب سكر بودرة، وعندنا كمان 3 كوباية لوز مطحون مطحون ومنخول أو سوداني مطحون مطحون ومنخول أو جوز هند مضروب في الكبة. الحاجة دي لما مضروبة في الكبة ممكن تلاقيها عجنت معانا شوية، بنديها شوية صغيرين من السكر البودرة علشان تبدأ تبقى معانا بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي قدام حضراتكم. الكلام ده ما يمنعش أبدا إن أنا الكلام ده لازم أنخله مرة تانية، لازم أنخله مرة تانية. تاني، نقول تاني، 6 بياض بيض، 3 كوباية سكر سنترفيش، 2 كوب سكر بودرة، 3 كوباية لوز مطحون أو سوداني أو جوز هند مضروب أو خليط من التلاتة، لكن هو في الغالب بتعمل باللوز المطحون. وأهم حاجة بقى درجة الحرارة من 140 ل 150 درجة مئوية لمدة 10 دقايق، ويستحسن ويستحسن يكون الفرن بتاع حضرتك ما فيهوش مروحة. شوف احنا بندور على مروحه في كل حاجه ازاي، هنا يفضل ان الفرن ما يكونش فيه مروحه، المروحه ممكن تهبط مع حضرتك الماكرون. الحشوه عندي كريمه زبده اهيت عباره عن سكر بودره ضربه مع زبده او سمنه، ضربهم مع بعض بقى عندي كريمه، او كريمه كاستر ممكن احط منها، او كمان عندنا ممكن نعمل جناش اللي هو عباره عن نص كيلو من الشوكولات مدينه بالظبط تلت كوبايه من اللبن الحليب بيغلي، وحطيناه على النار غير كسرنا الشوكولاته حطيناه فيه قلبناه سيبناه لغايه لما برد وشكله بيكون عامل كده. طيب قلنا شروط نجاح الماكرون، اتفضلوا بصوا كده ادي دي الجناشه، شوف عامل ازاي، ده الجناشه قدام حضراتكم. قلنا شروط نجاح الماكرون، رقم واحد، رقم واحد لازم اضرب السكر، لازم يكون عندي سكر بودره، ولازم يكون عندي لوز مطحون او سوداني مطحون، ولازم ما يكونش فيه اي تكتلات خالص، واطحنه بالمطحنه وابدا انخله واخليه عندي ناعم جدا، ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم يكون العجان نظيف والمضرب نظيف. يعني ايه نظيف؟ وسخ؟ لا، ما فيهوش ميه. لو في ميه هتبقى في مشكله مع حضرتك. نفصل البياض عن الصفار ونتاكد ان مفيش ابدا اي قطعه صفار موجوده في البياض، ونضرب الاثنين مع بعض كده. خدي من عندي كمان رشه ملح صغيره عليه عشان يعلى معايا على البياض،
بعد كده هنسيب ده كده. بنعمل مكرون ايه؟ بنعمل مكرون الفرنساوي. هنسيب ده كده يضرب معانا اهو شويه لغايه لما يبدا يبيض معانا شويه، وهننزل بالسكر اللي هم 3 كوبايات سكر عليه تدريجي شويه شويه لغايه لما يعمل معانا مارينج. هسيبه معايا شويه يبرد، يضرب معايا شويه. وممكن كمان وعايز اقول كمان حاجات مهمه جدا جدا، ان بيكون البيض في درجه حراره الغرفه، البيض في درجه حراره الغرفه، يعني مش طالع من الثلاجه مطلقا خالص، ولا اللوز طالع من الثلاجه وكله في درجه حراره واحده. نشوف كده بدا يبيض معانا اهو. هجيبها دي شويه كده، جيبها لي، بصوا كده، جيبها ابدا انزل بالسكر تدريجي. انزل بالسكر تدريجي على مراحل. لغاية لما اعمل مارينج ليه قوام. المارينج عشان يبقى ليه قوام لازم يتضرب ويبقى ماسك في قلب المضرب، ما ينزلش، غير كده ما يبقاش المارينج مظبوط. نضرب كده يقعد معانا يتضرب قد ايه؟ تقريبا بنتكلم في حدود تقريبا 10 دقايق زي ما انت شايفين كده. نسيبه يتضرب، ولما نرجع من الفاصل ان شاء الله هنوريكم شكله عامل ازاي، وهنشوف قوامه عامل ازاي، تمام كده. وفي نفس الوقت هناخد المكونات ديت نكون منها المكرون وندخله الفرن ونكسره، ونعمل ان شاء الله بعد كده المارينج الايطالي اللي هنعمل منه التورتايه بعد كده ان شاء الله. وهنشوف هنزين الكلام ده ازاي بعد الفاصل الصغير اللي قد كده. عملنا المارينج شكله اهو قدام حضراتكم، بصوا كده ادي المارينج لازم يبقى كده المارينج، ماشي خلاص كده. نبدا بقى ناخد الكلام ده ونبدا نشكله معانا ونشوف ازاي هنعمل منه عندنا المكرون. اول حاجه باخد ادي اللوز في حدود 3 كوبايه، بس هنعمل كده عشان نسيب الباقي للتورتايه، ومعاهم سكر تلتين برضو الكميه، سكر بودره، والاتنين مع بعض اقلبهم وابدا انزل بيهم كده. شايفين ازاي؟ منخل او مصفى سلك وابدا انزل بالكريمه، مش عايز اي تكتلات خالص على الاطلاق، زي ما انتم شايفين كده. اي تكتلات زي دي تبوظ ايه؟ تبوظ المكرونه على طول. مع بعض كده واحدة واحدة. شوية اللي باقيين دول مش عايزهم خالص، مش عايز أي تكتلات تكون موجود فيه خالص. خلاص؟ طيب بعد كده بقوم جاي فاصل على حسب أنا عايز إيه، يعني إيه على حسب أنا عايز إيه؟ أنا عايز بقى ألون المكرون في ألوان أساسية ليه، اللي هو لون الأبيض الأساسي ولون الأحمر، وعندك لون الأصفر ولون اللي هو الموف، وفي ريد فيليفت ده برضو موجود حاليا منه. المهم يعني هنشكل احنا الالوان احنا عايزينها. هناخد مثلا جزء من ده كده اهو، نبدا نحط جزء كده ونلونه. يعني احنا عاملين ده كده كميه تقريبا، انا خدت مثلا تقريبا في حدود قسمت الكميه دي على 4، فهقسم ده برضو الكميه دي عندي على 4 كده تقريبا اهو، تقريبا هقسمها على 4، او ممكن احط كل الكميه دي مره واحده هنا واقلبها كلها، وبعدين بعد كده اخد منها اللي انا عايز الونه. يعني ممكن اخد الكميه دي كلها كده ابدا انزل بيها هنا. بص طب شويه كده معايا، هنبدا ننزل هنا بشويه دول كده اهو كده، وبعدين نقلب كده. شايفين ازاي بقلب اهو؟ وبعدين ناخد شويه تانيين
كده بعمل عمليه خلخله وهو نازل كده، خلخله الهواء، شايفين ازاي؟ اه. واقلب تاني. لو الزيتونه الكبيره خلصت ممكن تيجي من فضلك. اه اه حلو السؤال جدا اللي قالته اميره. اميره بتسال بتقول ليه ما حطيناش فانيليا على البيض؟ غالبا زفاره البيض موجوده في الصفار. صفاره البيض موجوده بدليل ان احنا بنعمل مارينج بنحط له فانيليا بيبقى طعمه كويس جدا جدا، لكن غالبا بتبقى زفاره البيض موجوده بنسبه 90% موجوده في، موجوده فين؟ موجوده في الصفار، عشان كده احنا ما حطيناش هنا فانيليا وعادي جدا يطلع معاك زي الفل. بعد كده احط تاني اهو كده. ابدأ الكمية كلها انزلها بالشكل ده عشان بعد كده هاخد الكمية ديت احطها على الكمية الكبيرة ويبقى عندي كده ايه؟ عندي كده المكرون جاهز الون اللي انا عايز الونه على الالوان اللي انا عايزها. شايفين ازاي اهو؟ اضرب ايه؟ اضرب ايه في الكبة؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش اضرب في الكبة تاني يا امير. كده ناخد كده نقلب تاني بالشكل ده كده اهو. احنا بنخدمه عشان يبقى بعد كده في لمعة اهو زي ما انتم شايفين كده بالراحة كده. انزل تاني بالكمية التانية اهي تاني كلها انزل عليها بالشكل ده عشان يبقى عندنا اللي احنا عايزينه كده. بصوا يا جماعة اقلب اقلب عادي جدا مفيش مشكله خالص. حد يقول لي ما اتعمل المننج كده ما خرج منه الهواء، انا عارف والله، ولسه كمان بعد ما ياخد اللون كمان هنخدمه اكتر عشان يطلع فيه اللمعه اهو كده بالشكل ده. كده عندنا المكرون جاهز، اقدر اشكل منه ابيض واقدر اشكل منه الوان. بنجيب صاج زي ده كده نحط فيه فرخ سيليكون ونبدا ناخد عندنا المكرون ونلون اهو اي لون احنا عايزينه، لون احمر مثلا هوريه لكم ازاي، والفرن يكون محقق معايا 140 150 درجه مئويه. وهنشوف هنا اللون الاحمر هنا ادي الريد، معلش انا نظري شويه ضعيف اهو الريد اهو الوان صحيه كده. حاسب فتحه عشان ايديا ما بحبش ده تعاصي فتح، بطلع من الحلقه ايدي نظيفه زي ما دخلت، انا ما بحبش تال كده. ماشي ناخد كده ونقلب اهو زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، ونجيب كيس ببلبله ونجيب كمان عندنا مقص ان شاء الله عشان نبدا نشتغل. ناخد دي كده اهو ننزل بالراحه جدا هنا. المقص فين يا شادي من فضلك؟ كده وابدا اخد ده كده اقصه قصه صغيره جدا كده، ودي برضه اقصها عشان ما تعكسنيش.
وابدا انزل. بص المسافات قد ايه يا جماعه، بص المسافات. كده اكبر شويه الفتحه بتاعته علشان ما يضايقش الواحد. انزل كده اهو، شوف المسافه قد ايه يا جماعه بينهم بعض، لانه بيفرش لسه بعد كده بالشكل ده. الفرن يكون محقق معايا 140 150، او لو حتى حضرتك الفرن لسه مشغلاه حالا يعني بقالك دقيقتين ثلاثة ممكن تدخليها عادي مفيش مشكلة خالص، هيطلع معاك زي الفل ان شاء الله. كده هو ده نفسه، ممكن اعمل منه كمان ينفع تحط ورا زبدة. انت كده بقيت شيف، شوف لما اقول لك اخده كده سوري كده علشان اخرج منه اي هواء واسس. المفروض المكرون يدنه في الجو العادي مده تقريبا في حدود من 15 ل 20 دقيقه عشان الوش اللي فوق دوت يتشمع. عشان ايه الوش اللي فوق يتشمع؟ اقدر اعمل منه تورتايه، اقدر اعمل منه تورتايه ان انا اجيب جزء زي ده كده واحطه هنا في حاجه في سيليكون كده، هنعمله برده على الطريقه الفرنسيه مفيش مشكله خالص، يطلع معايا برده مفيش مشكله اهو. اخد جزء كده احطه هنا كده، واقدر اجيب الوان تانية اصفر او اي لون تاني وابدا اشكله. على فكره بص العلو ده يا استاذ امال، السلام عليكم. عليكم السلام شيف محمد. استاذ امال اهلا بيك يا استاذ كل، اهلا اهلا استاذ امال، اتفضلي. تسلم ايديك على كل اللي بتعمله، الله يخليك لينا يا رب. الله يخليك يا مدام، ما نحرمش منك يا رب، ربنا يخليك، اتفضلي يا فندم. شوف لو سمحت انا عايزه اسال عن العجان. انا عارفه ماركه العجان اللي عند حضرتك. ايوه. بس في عجان في السوق اللي هو الماركه الفرنساوي، انا مش هقول الاسم. طبعا حضرتك عارفها. عارفها. بس هو تصاميم وقت كل مشتملاته، هل ده كفء ولا مش كفء؟ بص حضرتك خلينا نتكلم بوضوح وكل صراحه، كل ما الحصان بيزيد او قدره الموتور بتزيد كل ما هتنفعك في موضوع العجن والحاجات دي. كل ما قدره الموتور بتزيد كل ما بيعمر معاكي، كل ما بيعمر معاكي. وفي شركات موجوده في السوق دلوقتي بتستورد حاجات مالهاش علاقه خالص ببلد المنشا الاساسي بتاع زمان، لكن بتاخد الاسم ده محافظه عليه طول عمرها، يعني هي محافظه على الاسم دوت. يعني مثلا حد يقول لي الشركه الفنيه دي كانت بتنتج الاول من مثلا انجلترا، دلوقتي بيتعمل في الصين. بيتعمل في الصين زي بالظبط من كل الموبايلات بتتعمل في الصين، لكن يمين النهارده اجيب من شركه مضمونه ومعروفه وباخد منها قدره حصان عاليه ومتجربه عند ناس كتيره جدا جدا. التاني ابو 900 دولار ده مش هقول لك عليه وحش، لكن ممكن تكون قدرته اصلا في العجن وكلام من ده ما يستحملش كتير. بس شكرا على اتصالك. بعد كده ممكن اجيب كميه كمان تانية مثلا هنا، لو انا عايز اعمل مثلا ثلاث الوان ولا حاجه، اخد كميه تانية هنا او لونين بس، اخد كميه تانية وابدا الونها مثلا برده بالاحمر تاني، او اديها اصفر، او اديها اي لون عشان ابدا اعمل هنا طبقه فوق الوش. الطبقه ديت لما بتخش الفرن على فكره بتبقى دي ارتفاعها كده، لكن بتلاقيها مفرغه من جوه، مفرغه من النص. هوري لكم ان شاء الله طالعه عامله ازاي عشان نحشيها بعد كده. هعمل ده كده واحط هنا شوية اصفر مثلا واقلبهم واحطهم فوق هنا علشان ادخل ده الفرن وادخل دي كمان الفرن، ونطلع الفاصل ونرجع تاني اوريكم مارنج الايطالي بتعمل ازاي. بس في نفس الوقت وهو شغال مارنج ايطالي هنبدا نحشي عندنا الماكرون ونوريكم بتعمل ازاي ان شاء الله. ونحط دي فوق هي كده اصفر كده فوق دي كده علشان نطلع الفاصل ونرجع تاني نحطهم في الفرن ونشوف العشر دقايق. لكن طب المرنجه شيف اللي انت عملته كده اللي هي بتاع الاصفر ده اللي انت حاطه التورتيه دي بتقعد قد ايه؟ بتقعد في حدود بالظبط كده على درجه حراره 140 ل 150 عشان دي مرتفعه جدا، بتقعد معانا في حدود تقريبا ساعه لساعه وربع، في حدود الساعه لساعه وربع تطلع معانا ولا اجمل ولا احلى من كده ان شاء الله. نطلع الفاصل الصغير بتاعنا ونرجع تاني ان شاء الله، ندخل ده الفرن الاول فتحي ونرجع تاني ان شاء الله نوريكم الدنيا عامله ازاي. دخل دي هنا ادي الماكرون اهو، والفرن يفضل ما يكونش فيه مروحه
كده ماشي، وادخل دي كمان هنا، واطلع الفاصل الصغير بتاعنا قد كده ان شاء الله، ونرجع تاني نستكمل حلقتنا بعد الفاصل.